السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله بحل أسئلة التقويم والتأمل من درس التكيف. سؤال: أقوم تعلمي وأتأمل فيه، صفحة 86. ما نوع التكيف في الكائنات الحية الآتية؟ ألف: تتميز بذور بعض النباتات كما الشكل بصفات تساعدها على الانتشار في أماكن بعيدة عن النباتات المنتجة لها، وذلك تجنبا لازدحام النباتات في الموسم التالي. طبعا واضح شكل البذور، شكلها يساعدها على الانتشار إلى أماكن بعيدة، لذلك نوع التكيف هنا تكيف تركيبي. إذا نوع التكيف في ألف تكيف تركيبي. ب: تمتلك بعض النباتات الصحراوية كما الشكل أوراق تحولت إلى أشواك، هذه هي الأوراق تكون على شكل أشواك، طبعا لأن هذه النباتات تعيش في مناطق صحراوية يقل فيها تساقط الأمطار، وكذلك الماء موجود بكميات كبيرة، لذلك تكيفت للعيش في هذه البيئة فأصبحت أوراقها بهذا الشكل على شكل أوراق لكي تقلل من كمية تبخر الماء. إذا نوع التكيف هنا تكيف تركيبي. إذا ب جوابه أيضا تكيف تركيبي. ألف تكيف تركيبي، وب أيضا تكيف تركيبي. نتابع. جيم: تكون ثيران المسك البرية في الشكل دائرة للدفاع عن النفس، وفيها تواجه الأفراد القوية الحيوان المفترس، وتتجمع الأفراد الصغيرة والضعيفة وسط دائرة. إذا هذا النوع من الثيران يسمى ثيران المسك الأمريكي البرية، يشكل عندنا دائرة للدفاع عن النفس ويضع الأفراد الصغيرة والضعيفة في وسط الدائرة. هذا التكيف يعد تكيفا سلوكيا، فهو تكيف سلوكي. إذا جيم نوع التكيف تكيف سلوكي. نأتي إلى سؤال د: تقع عينا الأسد مقدمة رأسه كما هو واضح في الشكل. تقع عينا الأسد مقدمة رأسه، وتقع عينا الغزال على جانبي رأسه. طبعا هذا التكيف هو تكيف تركيبي. نوع التكيف هنا تكيف تركيبي. نأتي إلى المكافحة الحيوية. ماذا نقصد بالمكافحة الحيوية؟ المكافحة الحيوية هي استخلاص مركبات من بعض النباتات تستخدم لمكافحة الآفات الزراعية والحشرات الضارة التي تضر بالنباتات من دون الإخلال في النظام البيئي. فكلنا نعرف بأن المبيدات الحشرية هي مواد كيميائية تستخدم للقضاء على الحشرات الضارة والآفات الزراعية، لكنها تشكل مشكلة بيئية إذ تلوث البيئة، تلوث الماء والهواء والتربة أيضا. لذلك المكافحة الحيوية هي استخلاص مركبات من بعض النباتات، أي هي وسيلة طبيعية لمحاربة الآفات الزراعية والحشرات من دون الإضرار بالنظام البيئي. إذا المكافحة الحيوية هي استخلاص مركبات من بعض النباتات تستخدم لمكافحة الآفات الزراعية، أي الأمراض الزراعية والحشرات الضارة التي تضر بالنباتات من دون الإخلال في النظام البيئي. من الأمثلة على المكافحة الحيوية: 1- المركبات التي تستخلص من خشب شجر الصنوبر. هذا هو شجر الصنوبر، نستخلص منه مركبات، هذه المركبات تستخدم في القضاء على النمل الأبيض. إذا من الأمثلة على المكافحة الحيوية استخلاص مركبات من خشب شجر الصنوبر للقضاء على النمل الأبيض. وأيضا من الأمثلة على المكافحة الحيوية استخلاص مركبات من أوراق نبات تباع الشمس، هذا هو تباع الشمس أو عباد الشمس، تستخلص منه مركبات للقضاء على يرقات ديدان اللوز. إذا تستخلص من عباد الشمس مركبات للقضاء على يرقات ديدان اللوز، وهنا شجر الصنوبر يستخلص منه أيضا مركبات للقضاء على النمل الأبيض. وهذا كله أمثلة على المكافحة الحيوية التي تعد استخلاص مركبات من بعض النباتات تستخدم في مكافحة الآفات الزراعية والحشرات الضارة التي تضر بالنباتات من دون الإخلال في النظام البيئي. انتهى درسنا اليوم، نلقاكم إن شاء الله في حل أسئلة الفصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.